الدكتور عبد الحميد النجدي مع كتاب فصل الخطاب. ولا يوجد بين المسلمين من ألف في تحريف القرآن إلا الشيعة. ألفوا كتابا مستقلا اسمه فصل الخطاب في كتاب تحريف رب الأرباب، وحتى أوردوا آيات، هو نوري تبرسي والمتوفى في القرن الثاني الرابع عشر 1320، أوردوا آيات التي حرفت على زعمهم. إذن ثم هذا الافتراء، وفي هذه الليلة أريد أن أكشف لكم حقيقة من الحقائق التي يفترونها على علم من أعلام الشيعة، وهو الشيخ الحاج ميرزا حسين النوري الطبرستاني الذي ألف كتابه. نوري مش طبرستاني، اقرأ الصحيح. أنت نوري الطبرستاني، لا تتكلم. خليه يتكلم. يا أخي عالم مذهبي لا يعرف اسمه. لا تقاطعني. عالم مذهبي لا يعرف اسمه. نوري الطبرستاني. لا تقاطعني. نوري الطبري مش طبرستاني. لا تقاطعني. نوري الطبرستاني. عالم مذهبي لا يعرف اسمه. خليه. خليه هذا. يا ابن الحلال حرام عليك، خليه. تفضل. تفضل أعطوه اسبرين. حول ولا قوة. الحاج حسين النوري الطبرستاني أثبت في كتابه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، انظر في كتاب، اقرأوا كتابه، لا تقرأوا الكتاب عندي، لا تتكلم، لا تقرأوا ما يقال عنه، اقرأوا الكتاب. الكتاب في حقيقته أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها مما تحقق ووقع في غير القرآن ولو بكلمة واحدة. وراجعوا الكتاب، وراجعوا صاحب كتاب الذريعة لأغا بزرق الطهراني الجزء 16 الصفحة 231، يقول هذا المترجم لهذه الشخصية أنه أثبت عدم وقوع التحريف في الكتاب، لا كما يدعي هؤلاء الجاهلون الكاذبون المفترون على شيعة أهل البيت، وقتلوهم في كل مكان، واتبعوا معاوية ويزيد، وقتلوا الحسين، وقتلوا الحسن وسموه. وهذا هو استمرار لتلك لذلك القتل والتشريد لأهل البيت، ثم الآن يتابعون شيعة أهل البيت بنفس الأسلوب فيفترون. اقرأوا الكتاب، لا تقرأوا ما يكذبونه ويفترونه. الكتاب فيه إثبات، هو العنوان كان حتى يقول هذا، أقرأ لكم ماذا يقول. يقول واختار في خصوص ما عدا آيات الأحكام وقوع تنفيذ الجامعين بحيث فصل الخطاب في تحريف كتاب. نعم، يعني يقصد في إثبات، يعني ما هو الفصل الخطاب، هل هو محرف أو غير محرف؟ قول النهائي يعني. نعم، أثبت الفصل بأنه غير محرف، هذا المعنى. أنت لا تفهم، أنت جاهل. طيب وعلماء شو يقولون؟ علماؤنا، لا أحد من علمائنا يؤمن بالتحريف بمعنى التحريف. لا، علماء هذا الكتاب شو يقولون؟ هذا الكتاب لا يقولون عنه إلا خيرا. ماذا يقولون عنه؟ طيب أنا بقول لك ماذا يقولون. هذا كتاب بالافتراء. أنا بقول لك ماذا يقولون. بعد تسمعوا عندما المحاضر أن يتكلم ثم تتكلم بعد. فهذا الكتاب أثبت فيه أولا إجماع، يكاد أن يكون الإجماع من الإمامية الاثنى عشرية على عدم وقوع التحريف. أن كتاب فصل الخطاب، يعني هو هذا طبعا فصل الخطاب يريد أن يثبت الكلام الفصل في كتاب الله. هناك من يقول بتحريفه وهناك من يقول بعدم تحريفه، فهو حسم وفصل الأمر بعدم تحريفه، هذا أولا. هذه نتيجة الكتاب؟ نتيجة الكتاب. ثانيا، من اللغة يجوز في إثبات تحريف كتاب ربما؟ نعم، في إثباته هل هو محرف أو لا؟ في إثبات. لا، أنا أتيك بها. لا، العفو. في إثباته هل هو محرف أو لا؟ ثانيا، إذا كان هناك. وأيضا إنكارا آخر منك دكتور، دكتور عبد الحميد، لما تكلمت عن فصل الخطاب قلت إنه ألفه للدفاع عن كتاب الله، هذا كتاب فصل الخطاب. أيوة. لمن هذا فصل الخطاب؟ هذا للنوري الطبرسي، أحد مراجع الشيعة الكبار، وهو صاحب ثامن كتاب من كتب الشيعة المعتمدة، وهو مستدرك الوسائل. أول مرة كم الوقت حتى أنا أخذ وقت؟ لا بس أنا حاجك الوقت. أريدك أن تقرأ عنوانه للناس. ها هو عنوانه، بالله دعوني فيه، لأنه أنا هذا كتاب لطيف وسفر شريف يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جيد، إذن الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والدكتور التيجاني في كتابه مع الصادقين، طيب، ذكر هذا العنوان.
قال اسم الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أي مذكور. طيب إذا إذا الدكتور يقول هو ألفه نعم للدفاع عن كتاب الله. نعم هنا في إثبات. نعم. والآن انظر ملازمة. ولا زلت أقول. لا بس قل. هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته. عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان. صحيح. وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. إذن مو في إثباتي. هذا العنوان. العنوان غير اللي في الداخل. هو عنوانه. طيب. من أنا أرجع للنسخة الأصلية. من شيخك. هذه أصلية هذه. لا هذه الصورة. اقرأ هذه. الصورة أنت. اقرأ هذه. بها. صفحة كم؟ هذه لإثباته. إثباته أخرى. وعلى اختلاف. وعلى اختلاف النظم. النظم. واختلاف كفصاحة بعض فقراتها البالغة. حد الإعجاز. حد الإعجاز. وسخافة بعضها الأخرى. طيب هذا يقوله مسلم عن القرآن الكريم. أنا لا أثق هذا كتاب فصل الخطاب. لو جئت بنسخة أنا لو جئت على ذلك ومن وقت البلوشي فاضلك دقيقة. إذا الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الرجل ألفه وذكر استدلالا على ذلك والكتاب مليء بهذا الكلام وأنا جعلت له فهرسا في هذه القضية. فأجبني إجابة من درس الكتاب. تفضل. وفي ليلة رمضانية. لا شك. تفضل. هل جوهر الكتاب ومضمونه هو الرد على شبهات تحريف القرآن أم الكتاب مضمونه هو يطابق العنوان الذي قرأته على الناس؟ لا شك أن مضمونه يطابق العنوان وإن شئت أعطيتك إياه الليلة. أيوة. وتأتي غدا وتخبرنا عما سمعت أو قرأت فيه. طيب ممكن لو تأتي بالنسخة الأصلية. أنا أقول حاجة. ذلك إنكار النجدي أن فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ثم قال نعم بيني وبينه قال نعم هو كذا واستعاره مني ثم بعد قال لا هو تراجع عن هذا القول ثم قال كل من يقول بالتحريف كافر فلما ألزمناه بتكفير البخاري ومسلم أن يقول البخاري ومسلم يقول بالتحريف قال لا أنا ما أقول كافر أنا أقول من يجحد يكون كافرا وهذا من التلبيس. أنكر الدكتور النجدي أن صاحب كتاب فصل الخطاب ألفه في إثبات التحريف ولما سألنا هل قرأته قال لا لم أقرأه. أنت رجل أكاديمي رجل علمي أستاذ في الجامعة تحكم على كتاب وأنت لم تقرأه على الأقل انسب قل قال علماؤنا إنه كذا. أما أن تتبنى هذا الرأي وتقول لم يؤلف في هذا ثم أعطيته الكتاب واستعاره مني وجاءني وقال نعم هو يقول بالتحريف لكنه تراجع. متى تراجع؟ متى علمت أنه تراجع؟ هل اتصلت بالآيات ثم اطلعت بعد ذلك على هذا القول؟ قال إنه تراجع عن قول وهذا أيضا غير صحيح بل الرجل ألف عليه كتابا ردا عليه فألف كتابا يرد على من رد عليه. قال الدكتور النجدي